دوت انا عايز ارسل سلم، اجي هنا اقول له انا عايز ستير، ادوس على الستير مرتين بحيث ان انا ادخل في الخصائص. اقول له مثلا انا عايز المحاسبه مثلا تبقى من الرايت او من السنتر زي ما انت عايز. البيس ممكن تقول له اديت، اختار البيس اللي احنا عايزينها. الارتفاع بتاعي مثلا 3، هقول له مثلا خليها 3300 بالشكل دوت. نقدر نغير الرول بتاعتي الويتس، بدل ما هو عامله 1 نخليها مثلا 2، اقول له بعد كده انا عايز عدد الدرجات ديت، ممكن بدل ما هم 17 نخليهم 19. عايز لاندنج او بسطة، اقول له مثلا في السنترال يعمل لي هو البسطة بالشكل دوت. تقدر تعدل السلم لحد ما توصل للشكل اللي انت مخطط له او اللي انت عايزه.